مسلسل من المسلسلات اللي بلاقيها مسلسل مهم جدا، واحنا اعتدنا خلاص في رمضان ان يكون عندنا جزء من البطولات اللي احنا فيها ايضا بنوثق بطولات رجال القوات المسلحه. بيتكلم عن مسلسل الكتيبه 101، وطبعا ده في مواجهه الارهاب. امبارح بالامس انتهى حلقات المسلسل، وطبعا المسلسل كان بيرصد بطولات رجال القوات المسلحه في مواجهه الارهاب والكمائن المختلفه والعلاقات واللي بيحصل والترتيب وازاي بيتصدروا لده. تابعنا كمان على مدار الحلقات حكايات حقيقيه من لحم ودم، يعني مش دراما مكتوبه في الخيال، لا دي دراما في الواقع. حتى انا احساسي بانه الفنانين اللي بيقدموا الادوار بيبقى هو فنان عامل دور حد من رجال القوات المسلحه او من الضباط، لكن هو بيبقى وكأنه هو، لأنه قد إيه هو متأثر، لأن كلنا شاهدنا هذه الحالة. طبعا هذا العمل وراء كتيبة كمان فنية، يعني علشان نقدم كتيبة 101 بهذا الاجتهاد وهذا التوثيق المحترم لازم يكون في كتيبة فنية يقودها المخرج الموهوب محمد سلامة، اللي طبعا تابعناه في أعمال ناجحة قبل كده وقدر يقدم الجانبين الإنساني وكمان يقدم الجانب الحربي اللي هو مش سهل أبدا عشان تظهر المعارك بهذه الصورة الواقعية، وللحظة أنت بتحس وكأنهم هم أبطالنا أو هم شهدائنا اللي احنا بنشوفهم طول الوقت ونرمي عليهم السلام طول الوقت. خلينا نروح لمداخلة مع المخرج محمد سلامة ونقول له مساء الخير يا فندم. مساء الفل، ازيك؟ ونرفع لك التحية العسكرية كمان يعني. ربنا يخليك، طيبين. وانت طيب. اولا انا بحييك اولا على قيادة هذا العمل، لانه عمل مش سهل. انت بتعمل توثيق بين الواقع الحقيقي اللي احنا عشناه، مش عشناه في التاريخ من سنوات، ده احنا عشناه من سنوات قليله قوي، وقصص حقيقيه من لحم ودم، وايضا توثيق لرجال القوات المسلحه. الحقيقه كان العمل كان صعب، انا اول مره اخوض التجربه ان انا اعمل حاجه عسكريه. انا اثرت جدا بالقصص بتاعت الشهداء والقصص بتاعت ابطالنا الحقيقيين، وحاولت اعبر عنها يعني في كل فريم، عن تضحياتهم، عن الالام اللي هم عاشوها، خصوصا في حلقه 16 و17 كانت يمكن كانت الاصعب بالنسبه لي. طبعا. لكن انا لاحظت كمان الحقيقه من الكادرات اللي بنشوفها معاك على الهواء، الكادرات الرائعه وانت مشهور بيها الحقيقه في اعمالك حتى السابقه، الكادرات بقى كمان فيها جماليات وفيها ايضا المعارك نفسها، الدبابات، الضرب، الاسلحه، رجال القوات المسلحه والضباط او وهم واقفين فوق على يعني في حاله الاستعداد، يعني ده برضو حاجه مش سهله، هي معادله الجمال والمعركه في نفس الوقت. الحقيقه ان انا ودكتور محمد مختار مدير التصوير قعدنا اشتغلنا على الموضوع ده من الاول. احنا كان الموضوع ده كان شغلنا ازاي كنا هنعمل لوحات فنيه في عمل عسكري. فقعدنا ذاكرنا كتير جدا، رحنا عملنا معايشه، رحنا عملنا معاينه للاماكن الحقيقيه، وبدانا نشتغل على الخطه بتاعت والحمد لله ربنا وفقنا ان احنا نقدم حاجه مسليه لحضراتكم الحمد لله. طب هل كان صعب عليك كمخرج ان انت تبني التسلسل الدرامي، قصه دراميه، لان احنا عندنا ابطال بنشوف حكاياتهم، وكمان في نفس الوقت على التوازي انت عندك معارك حقيقيه يعني وكمائن حقيقيه تم ضربها، يعني ده قد ايه كان صعب بالنسبه لك؟ الموضوع كان صعب جدا، انا مش هكذب عليك، احنا كمان لما اتفرجنا على الفيديوهات الحقيقيه اتاثرنا جدا، ولقينا ان الموضوع كان صعب، فبدانا ان احنا نعمل يعني خطه للتنفيذ. كنا متاثرين كان في لحظات اصلا في الفيديوهات الحقيقيه صعبه جدا كنا عايزين نعبر عنها، الحمد لله يا رب تبقى ربنا وفقنا وعرفنا نعبر عنها. وكان اصعب حاجه الحقيقه في المسلسل تنفيذها كانت المعارك. طبعا اخذنا اكثر وقت اخذناه في المعارك يعني في التنفيذ. طبعا كل ده كان واضح. الحقيقة أنا بحييك على هذا العمل الوطني المحترم وعلى كل المشاهد اللي شفناها وعلى كل الإحساس اللي احنا وصلنا سواء من فريق العمل اللي اشتغل في المسلسل ده، وأيضا يعني الناس كانت تقرأ الفاتحة طول الوقت على أرواح شهدائنا. المخرج الفنان محمد سلامة بشكرك شكرا جزيلا.